الحلقة دي هتخش لها في 5 6 ساعات على فكرة. بسبب عمليات الكر والفر ما بينه وما بين النظام او بينه وبين عبد الفتاح السيسي. الله المستعان. زائد ان هو قاعد يفند الاسم بطريقته هو بقى، ده العلم اللي معاه، هو قاعد يفند زي ما عارفه وسمعتهم كده، لان ده امر منتشر بقى على السوشيال ميديا سواء مع عبد الفتاح السيسي او مع غيره. وان راس سيدنا الامام الحسين ربما تكون في عسقلان لسه، تكون في العراق، او تكون هي الرأس اللي موجودة في فرنسا، مش عارف في متحف اللوفر ولا في متحف ايه كده. طبعا هو هنا بيقدم نفسه بقى كصاحب كصحابي كإمام، ما تفهمش يعني هو اي حاجة، انا اي انا معاكم، لا ولع في نفسي. لو انا قلتها دلوقتي ممكن ما يتاخدش بيها، لكن باذن الله مع الكبير 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 هيبقى في كلام تاني بقى، والحقيقه ابان وادله وبراهين والناس ستصدم ستصدم. ليه تخص بقى الاوكتاجون وتخص المباني اللي هناك وتخص كل الكلام بقى اللي هو بيتكلموا فيه، ده بتاعهم هم لاستقبال مهندس الكون الاعظم. لكن خرجت بقى اقاويل كتيره عن حقيقه جنسيه وديانه والدته.